اهلا وسهلا، انا اسمي محمد ابو النجا، بشتغل اودي مانجر في واحده من شركات المالتي ناشونال الموجوده في مصر، وشغال بزنس كونسلتنت مع شركه هايرد. ودلوقتي احنا بنعلن عن كورس جديد، واللي هو الكورس بتاع البرفورمانس مانجمنت سيستم. في الكورس بتاعنا بنعدي بكل المراحل بتاعه البرفورمانس مانجمنت، من بدايه الاوبجكتيف سيتنجز لحد السكسيشن، وبنعدي مرحله مرحله، نبدا نتكلم عن البرفورمانس مانجمنت، البرفورمانس كوتشنج، جيفينج فيدباك، وازاي نعمل برفورمانس مانجمنت سيستم مظبوط في الشركه بتاعتنا. في الكورس بتاعنا بنتكلم عن كل انواع البرفورمانس مانجمنت الموجوده، زي الاوبجكتيف سيتنجز، زي الاو كي ارز، الكي بيرفورمانس انديكيتورز، والبالانس سكور كارد، وغيرها كتير. في الكورس كمان هنعدي بمراحل كتير جدا، ان احنا توصلنا ازاي نقدر نخلي شركتنا هاي بيرفورمنج اورجانيزيشن، ازاي هنقدر نتراك البرفورمانس بتاع الموظفين بتوعنا، وازاي هنقدر نطلع احسن بيرفورمانس منهم. هنعدي بشكل كبير جدا على الكوتشنج، لان الكوتشنج واحده من الادوات الاساسيه اللي احنا بنستخدمها في تراكنج البرفورمانس، وان احنا نجايد الناس بتاعتنا لشكل احسن من البرفورمانس. لو عايز تحجز الكورس بتاعنا خش على الصفحه واعمل ريجستر للراوند اللي جايه، ولو عايز تفاصيل اكتر ابعت لنا على الصفحه وهنرد عليك ونقول لك اي معلومه انت محتاج تعرفها عن الكورس بتاعنا، ونشوفكم على خير.